من هنا على ارتفاع 1400 متر فوق سطح البحر، يجهز هذا الميدالي نفسه للطيران فوق المروج الجميلة بجبال الشحنة. الأمر ملفت للنظر، وعشرة الفضوليين يرغبون في اكتشاف تفاصيل العملية أثناء تجهيز المظلة. كالعادة اليوم عندنا بإذن الله طيران شراعي. للقفز من المكان المناسب يتعين على المظلي أن يكون جاهزا بدنيا لتسلق المرتفعات العالية محملا بهذا العتاد إذا كانت الطريق غير صالحة للمركبات. العملية دقيقة جدا وتتطلب وزنا معينا للمظلي وإلماما بالطقس وحركة الرياح وقوتها، تفاصيل لا تغيب عن رابح طيبش المتمرس في المجال منذ العام 2020.